إياك وإياك أحذرك أن تحب أو أن تدافع عن شخص يطعن في دين الله أو يلمز في دين الله أو يلعب في دين الله، فانتبه، فإن المحبة إذا وقعت في قلبك لهؤلاء فهي بوابة للاقتناع بكلامهم ثم العمل بكلامهم. بعض الناس يقول أنا غير مقتنع بكلام هذا الرجل ولكن أنا أدافع عنه حتى لا يتكلم فيه، فانتبه رعاك الله، ابغضهم في الله على قدر ما فعلوا مما يغضب الله في شرع الله.